إن اليوم العالمي للطفل هو يوم سحري يجتمع فيه الأطفال مثلي في جميع أنحاء العالم للاحتفال بحقوقنا وأحلامنا. إنه اليوم الذي نتذكر فيه إن كل طفل بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه يستحق أن يكون آمناً، أن يتعلم وأن يكون محبوباً. لدينا الحق في اللعب والمرح وفي الحصول على منزل دافئ ومحب والتعبير عن أفكارنا بحرية. يعد هذا اليوم الخاص بمثابة تذكير للبالغين لأنه يجب عليهم حد استماع إلينا وحمايتنا ومساعدتنا على الازدهار. ففي نهاية المطاف نحن مستقبل عالمنا وأحلامنا مهمة. نحلم بعالم مليء باللطف والسعادة والفرص التي لا نهاية لها لكل طفل بغض النظر عن خلفيته. لذا في اليوم العالمي للطفل دعونا نستمع جميعا ونرفع أصواتنا ونعمل جنبا إلى جنب لضمان احترام حقوق كل طفل، مما يمكننا من النمو في نصبح أفضل نسخة لأنفسنا ونجعل العالم مكانا أفضل للجميع.